www.sudanesesongs.net. حب الناس يحبوك يشدوا الليل يواصلوك، في الأحزان يشاطروك بالأفراح يهنوك. أبقى شمعات في الليالي وامشي للخير في طريقه، واصل الأرحام وجامل وابقى للجار زي خديقه. ولما تقابل يتبسم أصل الكون ده كله جسم، وعيش الدنيا وارمي الهم، عيش الدنيا وارمي الهم، وحب الناس يحبوك. قلب شيل في قلبه حسرة يمشي من العمر ضايع، أبقى في الدنيا الندامة ويبقى فاقد كله رايع طول العمر. ما معروف لازم به تحيا تشوف وتدي البسمه المعروف، حب الناس يحبوك. في دروب الخير دي سافر واملى قلبك حب وطيبة، في دروب الخير دي سافر واملى قلبك حب وطيبة، شوف حبيبك كان مخاصم قابله بالبسمة الحبيبة. ده لما الناس تعيش افراح على الاحباب بشيل جناح وتلقى الخفة في الارواح، حب الناس يحبوك. شد الليل ويسلوك، في الاحزان يشاطروك وبالافراح يهنوك. دي بمناسبة الاعياد ان شاء الله الناس يواصلوا بعض يحبوا بعض والحياة كلها تكون محبة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأرق وأحلى الأمنيات وانتم بتتابعونا من خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. سعيدة جدا بمتابعتكم لنا، وأسعد جدا بأنه أكون في ضيافة هذه الأسرة الكريمة الجميلة، أسرة الشاعر الأستاذ الصادق الياس. أهلا ومرحبا بكم معنا، وأهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وكل سنة وأنت طيب. أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين، والواحد بيهني كل المشاهدين في اليوم الثالث ده، والواحد سعيد بحضوركم لنا في تكبدت كل المشاغل دي عشان تجونا والدنيا عيد وكده، وإن شاء الله يعني نقدر نقدم حاجة للناس تبسطهم إن شاء الله. أهلا بك أستاذ صادق الياس، وإحنا بنشكرك على الأبيات الجميلة اللي أنت قلت علينا في بداية جلستنا. بالتأكيد حب الناس يحبوك، دي كلمات جميلة ياريت كلنا ونسمعها في العيد، والتواصل لأنه العيد فترة بتاع التواصل بتجمع كل الناس. إحنا سعيدين بأنه نكون معاكم، نسعد أكتر بأنه يكون معانا في هذه الجلسة الأستاذ مصطفى الجرافي ابن عم الأستاذ صادق الياس وصديق الأسرة. سعيدين جدا كمان تكون معانا مصحبانا في هذه الجلسة الخالة صفية مصطفى زوجة الأستاذ الصادق الياس، ونسعد أكثر بأنه يكون معنا باشمهندس إيهاب الصادق الابن الأكبر لأستاذ الصادق، ومعنا كمان ارتياح الصادق. كل سنة وانتم طيبين، ونرجع لك مرة تانية أستاذ الصادق. وبالتأكيد العيد هو العيد بطعمه الجميل وبإحساس الناس به، ولكن العيد عند الشاعر عنده طعم خاص، خصوصا وانه بيستطحب معه الكلمات الجميلة والمفردة الجميلة. احنا عايزين نعرف شكل العيد بالنسبة للشاعر الصادق الياس. العيد طبعا هو سعادة وراحة وتواصل بين الناس، وانت في ناس غد يعني قبل العيد ما تشوفهم ولا تمشيهم، لكن العيد برغمك انك تتواصل رحمك وتواصل الجيران وتواصل الحبان. والعيد طبعا عنده حاجات كده خاصة في نفوس المسلمين كلهم، وانا بحس بالعيد دايما فيه نقلة كده شوية من الحياة، وفيه برتاح فيه يعني. الواحد في العيد ما في مكتب فاتح يمشي له، ولا في زول بتلاقيه شغال عشان تمشي له، فبتلقى عندك وقت عشان ترتاح او بتمشي تعيد مع الصباح، وباقي اليوم بيكون راحة. فالعيد فرحة والعيد تجمع للناس. أكيد العيد فرحة والعيد تجمع للناس. وأنا برجع لكم مرة تانية إيهاب وارتياح، وعايزاكم توصفوا لنا شكل العيد في البيت مع الوالد وضيوف الوالد. ابتدي اليوم بالتهاني داخل الأسرة، بعد ذاك بعد الصلاة كده الوالد، بعد ذاك بتعودنا من زمان بنمشي نلف على أعمامنا كلهم بيت بيت، وبنلف على الأهل الخيلان والخالات، وهنا الناس بيعيشوا يعني حياتهم. عندنا يعني احنا هنا في الجريف طبعا
بعد الصلاة طوالي الناس بيكونوا كلهم الشباب في شكل مجموعات بيجوا عندنا هنا على الوالد، يعني يتبادل معاه التهاني وكده. ارتياح يمكن باشمهندس إيهاب ذكر إنه في يوم العيد أو في أيام العيد هو والوالد بتواصلوا مع الأهل والأحباب. أنا عايزاكم أنتوا كبنات في البيت دخلت أستاذ الصادق ليكم يوم العيد بيكون شكلها كيف؟ والله طبعا أول حاجة بالصباح قبل ما هو يمشي الصلاة وكذا، يعني بنصحى طبعا بدري مع صلاة الصبح الفجر يعني. بعدين طبعا أول حاجة الواحد بيعملها بيهني يعني الوالد والوالدة وبتمنى لهم الصحة والعافية وكذا. بعد ذاك بنبدأ نجهز له عشان ما يمشي الصلاة، فبيجهز له عشان ما يمشي الصلاة. بعد ما يمشي الصلاة طبعا هو بياخد لفة أول للأهل والجيران وكذا، بعدين بيجي راجع يلا، بعدين بتبتدي المراسم بتاعت الطبيحة وكذا والحاجات دي. شكرا لك يا ارتياح، وانا برجع لك مره ثانيه خالت صفيه. وبالتاكيد العيد بيكون فيه ودخله الاهل ومرقه الاصحاب وكذا. انا عايزاك توصف لي شكل التواصل الاجتماعي البيتين في العيد ما بينك وما بين جيرانك واصدقائك واصدقاء استاذ الصادق، خصوصا انه عنده كميه من المعارف وكميه من الاصدقاء في مجاله في مهنه الشعر والكتاب. العيد هنا في الجريف طبعا الاهل كثيرين والناس ياهو، الواحد يمشي للجيران وللأغارب ويعني في تواصل شديد. وبالنسبة لأصدقاء الصادق ديل طبعا عددهم كبير شديد من ناحية فنانين وشعراء وكده، وبيجوا كل في أوقات مختلفة، واحدين فطور مثلا، واحدين غدا، واحدين زيارات للمساء، يعني واحد كل اليوم كله بيكون واقف. شكرا لك كثير خالت صفية وأستاذ مصطفى، برحب بك مرة تانية وكل سنة وانت طيب. وانت ابن عمة الأستاذ الصادق وصديق شخصي بالنسبة لي وصديق للأسرة. أنا عايزك تكلمنا عن شكل التواصل بينك وبينه وشكل التواصل الاجتماعي ما بين أسرتك وما بين أسرة أستاذ الصادق. مرحبا بكم في جريف، وبنتهز هذه الفرصة أتقدم بالتهنية بالعيد السعيد لكل أهلنا في جريف عامة، وأهلنا في الحارة الخامسة خاصة. بالنسبة لعلاقتنا مع الأخ الصادق الياس، طبعا هو ابن خالي، وكثير جدا ما يعني في اليوم يمكن نتلاقى 3 مرات، ومن خلال علاقتي معه وتعرفت على عدد كبير من الشعراء والفنانين وتواصلنا معهم مع أسرهم، نذكر منهم مثلا على باب المثل المثال الأستاذ علي إبراهيم والأخ زكي عبد الكريم وبعض من الشباب والأمين عبد الغفار والشاعر محمد يوسف موسى وقاسم الحاج والأستاذ صلاح من البادية، يعني مجموعة كبيرة من الفنانين تواصلنا معهم وتعرفنا معهم وبقينا يعني أسرة واحدة. شكرا لك أستاذ مصطفى، وإحنا بنحيي كل الفنانين وكل الشعراء اللي أنت ذكرتهم، بنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير وبالصحة. بنرجع لك مرة تانية أستاذ صادق، وعايزاك تسمعنا وتسمع كل المشاهدين اللي بيتابعونا أبيات وتهديها لهم كعيدية بمناسبة العيد. يا محبة ويا وئام، يا محبة ويا وئام، داير أقول أحسن كلام عشان نزيل هذا الحصان ما في حل غير السلام. السلاح ما بحل مشاكل، السلاح ما بحل مشاكل، والحروب ما لها داعي، دار أشوف أرض المدافع خضرت فوق المراعي، ويشربوا الأطفال حليبهم ويلقوا في التعليم نصيبهم، والغنابل ما تصيبهم يوقفون الابتسام. يا السلام على السلام، هب يا رياح السلام وعطر الكون بالوئام، وانسق العيش يا طيور وبفرح فر يا حمام، والفريع الشاف دمار يبني فوق الاخضرار، والمودة في كل دار والعيون تجمع منام. يا السلام على السلام، يا جوامع ويا كنايس السلام شيلوه غاية، يا جوامع ويا كنايس السلام شيلوه غاية، الحرب ما
فيه غالب كل تدمير في النهاية. ده القتال مفروض علينا وعندنا الحل في إيدينا. نهجنا يكون المحبة وعلى الأرض السلام، وعلى الأرض السلام كما قال المسيح على الأرض السلام وعلى الأرض السلام. السلام على السلام. ويا سلام عليك وعلى الكلمات الجميلة يا أستاذ الصادق. وبالتأكيد أنت تعاملت مع مجموعة كبيرة من الفنانين ومجموعة كبيرة من الملحنين، يا ريت لو تذكرنا بهم وتعرف بهم المشاهدين. حكاية طويلة، خلاص إن شاء الله ما ننسى لنا زول. يعني أنا تعاملت مع صلاح بن عبادية في العديد من الأغنيات اللي هي الباقي باقي، يا ليالي الصبر يا توب، وتعالي يا ليل فؤاد دبي يا شوقي هدي. وتعاونت مع سيد خليفة في بحور في الموية، بكتف في حروفي في المحال، ما أظن الحب أساسه بيبقى واقف في الرمال. وتعاونت مع الفنان الراحل عبد العزيز محمد داوود في الأغنية الوطنية يا الحبيبة اللي عندك قبال الحبيبة، يا بلادي ديما من البال قريبة، ده حبك الداني المعزة وانت زي الروح وعزة، وديما رامي الغيمة فوقيه والدروب راشها طيبة. ودي كانت من الحان الراحل الفنان المغيب برع محمد طفع الله وغناء الراحل عبد العزيز محمد داوود. وتعاونت مع خوجة العثمان يمشي هاجر وفتشي، يعني حياة كانت تلقشي. للأسف إنه دي الغنية الوحيدة اللي التغينا فيها أنا وخوجة العثمان، ومع مجزبونس العديد من القماري ويا غلابة والعديد من الأغنيات. وتعاونت مع اللمين عبد الغفار في حب الناس يحبوك، وإنت من وين يا هنا، وقصة الشوق يا حيارة خدار الزرع والله. وتعاونت مع مصطفى سيد أحمد في تاني تاني أجعين مرة تاني للقديمة اللي اتنسى. وتعاونت مع عمر إحساس وزكي عبد الكريم، بداية كانت أنت يا بسام بسمتك أسهر، وأنت ليه في سرور ونحن ليه في النار. وتعاونت مع صديق عباس، وتعاونت مع الشعبيين خلف الله حمد، وتعاونت مع محمود علي الحاج وعبد الله محمد، و مجموعة كبيرة من يعني الواحد الحنان. يعني إذا نسأل واحد يا أخوانا يعزروه، طبعا هي السلسلة طويلة ولكن دي الصفوة اللي قدرتها. نحن بنحييهم كل الفنانين اللي ذكرتهم، بنحييهم كمان ما ننسى نترحم على روح الفنانين عبد العزيز محمد داوود وخوجة العثمان، نتمنى لهم الرحمة والمغفرة. أنت ذكرت مجموعة من الفنانين العمالقة، هل عندك أي تجارب مع الفنانين الشباب؟ ايوه، اخيرا هسه تعاونت مع مدى القلعه في غيرت رايك في نوق، التغيير في نوق قلبي معاك على صيني بياض زي الصيني، واحد قال لي الصين الشغالين في البترول. وتعاونت مع احمد الصادق في لسه يا قلبي العنيد لقيت لبقي السعيد والدليبه تحته نحنا يمشي يرمق دون بعيد. وتعاونت مع الفنان الشاب الصادق شلقاني، وده كان فاز في فن غني للوطن بأغنية ديت الآن اسمها العاشق الوطن، دي فاز بها في المهرجان. أيوة. تعاونت مع صفوة الجيلي في أغنية موضوعية اسمها أم البنات. وتعاونت مع تاني أيوة أحمد بركات. نحن بنوجه لهم كلهم التحية، وعايزينك تعرفنا على جديدك من الكلمات والمفردات. مشيت أصطاد بقيت الصيد وجيت بيدر بغير حاجة، يريت يا حب لك نسوق ولا حاجة، أخير الباقي في حاله بعيد، إيد لا شب لا حبا، يعاين فوق وجع الناس يشوف الماحصد حبا. هلا أصيح حبي جيت من ساب، مبارد روح ما بتنساب، ده كل ما نقوم نسد الباب نشوف أرواحنا محتاجة، وياريت يا حب لكن سووك ولا حاجة. غريبة السيرة دي ما تجيب كلام عن المحلق وغيس، شقاف الزارع اللي بيزرع بلاد محرومة من القيس، ونحن القاسية بالذهابة ولينا الحق نخاف يابا، حقيقة العطف غلابة تسوق في الناس المحتاجة، وياريت يا حب لكن سووك ولا حاجة.
ياريت يتبدل المضمون حب الناس يكون خوة، ياريت يتبدل المضمون حب الناس يكون خوة، نقابلك طيبة بالطيبة وكل كلامنا من جوا، يبقى الخاطر الطيب والإحساس يكون طيب، يصبح قلبنا الطيب لا مجبور ولا حاجة، ياريت يا حب لكن سووف ولا حاجة. احنا بنتمنى انه تدوم المحبة والتواصل الجميل ما بين كل الناس. بنشكرك كثير استاذ الصادق، وفي ختام جلستنا انا حابة تحليك فرصة لانك تحيي مشاهدينا بمناسبة العيد وتحيي اصدقائك واهلك وكل من تحب. طيب انا زي ما قلت لكم انا سعيد جدا بحضوركم دا، وانتم تكبتوا المشايخ وجيتوا للقريف قرب، ويعني دي حاجات انا بكون سعيد جدا بها، ومن خلال برنامجكم ده بهني كل أهلنا في الجريف وفي نمرة ثلاثة وفي الخرطوم وفي الدمار وفي أي حتة عندي فيها أهل، وبهي بهني المغتربين بالذات لأنهم عايشين في شوق شديد، ربنا يعيدوا للبلد دي لأنهم هم كانوا جو بعمروا البلد دي، هم سياد الوجعة، وإن شاء الله العيد ربنا يعيدوا للبلد دي ويلقاها عايشة في سلام وفي محبة وفي ود، وربنا يكفينا شر المشاكل وشر الحروب، وإن شاء الله السنة الجاية يعني تكون في حاجات أحلى وأحلى، وكتر خيركم وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ صادق، تحية لك وتحية لكل الفنانين اللي انت ذكرتهم، وتحية كمان لكل الفنانين اللي انت تعاملت معهم، ونحن بننتهز الفرصة دي وبنترحم على أرواح الفنانين عبد العزيز محمد داود وخواجة العثمان ومصطفى سيد أحمد وكل الفنانين اللي انت تعاملت معهم، وكمان الفنان الجابري نحن بترحم عليهم. وأستاذ صادق يمكن انت شكلت ثنائية مع الفنان الجابري وكان في تجربة مميزة بيناتكم، يا ريت لو تكلمنا عنها شوي. أنا ذات مترحم على الفنان أحمد جابري المبدع، هذا الفنان المتفرد ربنا يرحمه، والجابري ترك فراغ كبير في الفن السوداني، وفجأة الجابري بعد ما انتشر أخيرا الناس ابتدوا يتفهموه، ربنا افتكره، لكن ترك يعني تراث وترك غناء جميل ما حينتهي أصله. وبالمناسبة دي شايف العود بتاع أحمد الجابري، العود ده زمان الجابري كان بيجينا في الجريف هنا، طبعا ما كانش عنده عربية الزمن ذاك، وكان قال لنا بلقى معاناة شديدة في إما أشيل العود من الدرمان أجيبه الجريف هنا، فجاب العود ده، والعود ده هو قاعد لي أصلا يمكن كم 30 سنة ما مرق من البيت ده، يعني أنا لو جاني أي زول قال لي اديني العود ده دقيقتين ولا ما بدي، فالعود ده ذكرى بالنسبة للفنان أحمد الجابري، وإن شاء الله حيظل قاعد كده وحيكون زي تراث. أنا ذات زول تقليدي عندي راديو عمري يمكن 40 سنة لي أصلا هاي بهوداك معنا، فعود الجابري ده حيكون معي طوالي، وزي ما قلت لك ان الجابري فعلا شكل معي ثنائية كبيرة، والعديد من الأغنيات الواحد طبعا المجال ده ما بيسعي عشان الواحد يذكرهم كلهم، فبنترحم عليه وان شاء الله ربنا يسكن في صحة الجنة. شكرا لك كثير استاذ الصادق، وإيهاب وارتياح في ختام جلستنا، انا بتحليكم فرصة لأنكم تحيوا وتهنوا مشاهدين الكرام وتحيوا وتهنوا كل أصدقائكم وأحبابكم. أولا بحييكم أنتم وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وبشكركم على مجيئكم لنا، شرفتونا كثير، بهني كل زول بعرفني بهني وبالعيد، وبتمنى له عيد سعيد، ويعني بتمنى إنه العيد الجاي يجي يلقى بلدنا في أحسن حال وفي أمن وسلام. هني الأخوة بأبو ظبي، الأخ الباشمهندس صلاح محمد الحسن بالدائرة الخاصة، والأخ عبد الرحمن موسى بجامكو، وكل الأخوة في الإمارات، وبهني الأخوة الزملاء في الوسط الهندسي في خرطوم هنا، وأحيي كل
من هو يعمل بالغربة. ونسأل الله أنه السنة الجاية دي تكون هي عام للهجرة العكسية للبلد، وتنعم البلد بالوحدة والسلام والاستقرار، وهذا اللي بتمناه كل مغترب برا طبعا. بالنسبة للفنانين أهني زكي عبد الكريم وأسرته وعلي إبراهيم وأسرته وكثيرين هم، أهنيهم كلهم، أهني الأهل أخواتي وبنات عمي أمي وبنات خالي، أهنيهم بالعيد إن شاء الله كل سنة وهم طيبين. أولا أهني التيم العامل في هذا البرنامج والأخوان وراء الكواليس، كما أهني الأهل أختي بسينة وبكر بمدينة الشارقة وزوجها جلال، كما أهني أولادنا بمدينة العين المعز عمر محمد علي ومجد عثمان وزوجته جيهان وبنته محاسن وأولاد عثمان محمد علي تنقة، ونهني هنا أهلنا الزوجة العزيزة ابتسام والأبناء بابكر وإيمان ومحمد أحمد وسفيان، والأخوات هنا بالجريف عواطف وبسينة وعلوية وأبناء والأخ عبد العال بابكر وكمال بابكر بيبر المحس وأولاده وكل لها الوي زور نسيناه يعني اسمح لنا. العيد سماح وجمال، وأنا كنت سعيدة جدا اليوم بأنه أكون في ضيافة هذه الأسرة الكريمة، أسرة الأستاذ الكبير الشاعر الفنان والمبدع الصادق الياس. شكرا لك كثير، سعيدة جدا بأنه اليوم أكون في ضيافتك. شكرا لك كثير خالة صفية، شكرا لك أستاذ مصطفى، شكرا إيهاب، شكرا ارتياح. أتمنى أنه ألاقيكم في مقبل الأيام، بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنتم طيبين مرة تانية مشاهدين الكرام. في ختامنا أستاذ الصادق قال من طرف الحبيب جاء تغرب رسائل يحكي عتابه فيها، قال ناسين وقايل وإحنا اليوم منسينا من خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أستاذنا المبدع الكبير الصادق الياس. شكرا لكم على حسن المتابعة وكل سنة وأنتم طيبين. من طرف الحبيب جات أغرب رسائل يحكي عتابه فيها وقال ناس وقايل يحكي عتابه فيها وقال ناس وقايل قال ناس وقايل أغرب رسائل من طرف الحبيب جات أغرب رسائل يحكي عتابه فيها وقال ناس وقايل يحكي عتابه فيها وقال ناس وقايل قال ناس وقايل ما خطرت ببالي يا ما قال حكاوي ما خطرت ببالي ما خطرت ببالي قال في كل كلمة إني جفت وسالي إني جفت وسالي لو في
في كل لحظة لو تعلم بحالي لو تعلم بحالي ما أنا فيك والله ذكرك شغل بالي ذكرك شغل بالي ما أنا فيك والله ذكرك شغل بالي ذكرك شغل بالي لو أنساك أنت أكون غدار خنجة لو أنساك أنت أكون غدار خنجة لو أنساك أنت أكون غدار خنجة أسأل عني غيري وأحكم في مصيري أسأل عني غيري وأحكم في مصيري أسأل عني غيري وأحكم في مصيري يا ما تشوف دلائل يا ما تشوف دلائل وغنات النجايل يحكي عتابه فيها